بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أعزائي متابعي القناة، هنكمل النهاردة بإذن الله سلسلة صلب المسيح حسب اعتقاد المسيحيين، وكنا بدأنا في عرض نصوص من الكتاب المقدس بيستدل بيها المسيحيين على صلب المسيح. والنص اللي هنعرضه النهاردة المسيحيين بيعتبروه دليل على صلب وألوهية المسيح في نفس الوقت، والنص ده بيقول: أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. ثم قال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت؟ طوبى للذين آمنوا ولم يروا. والنص ده استشهد به واحد مسيحي لما علق على فيديو بعنوان: هل مات السيد المسيح على الصليب؟ رحلة إلى الحقيقة، واتهمني بالكذب علشان ما عرضتش النص اللي تم عرضه، وقال: القصة تؤكد أن المسيح بعد قيامته كان جسده يحمل جروح وأثار مسامير الصلب وطعنة الحربة. كفى تدليسا، إذا أردت عرض حجة من الإنجيل فعرضي كل شيء، نحن في زمن لا يفلح فيه الكذب. واضح ان اللي كتب التعليق ده ما كانش يعرف ان الفيديو اللي شافه هو جزء من سلسلة فيديوهات هتتكلم عن الصلب المزعوم، وهيتم فيها مناقشة كل التفاصيل سواء في الاناجيل او في المصادر التاريخية اللي بيستدلوا بيها على قصة الصلب المزعومة. وطبعا عرضت بعض النصوص الموجودة في الكتاب المقدس واللي بيستدلوا بيها على عملية الصلب، وتم نسفها بحمد الله باسلوب علمي اكاديمي، وتم إثبات تحريف النصوص لتدعيم فكر اللاهوتي اللي هو عملية الصلب والفداء. فياريت حضرتك أو حضراتكم كمسيحيين تتابعوا سلسلة الفيديوهات كلها علشان تتعلموا دينكم صح وتستفيدوا، وربنا يهديكم. وبنظرة تحليلية للنص اللي بيقول إن توما شاف المسيح بعد الصلب وتأكد إن جسده فيه جروح وأثار مسامير، نلاقي ان في البداية ان التلاميذ راحوا لتوما وقالوا له: احنا شفنا الرب. والرب هنا معناها المعلم، وما قالولوش قام من الاموات او شفنا اثر من اثار الصلب عليه ولا حاجة. فطلب منهم توما انه يشوف موضع المسامير ويضع يده في جنبه علشان يؤمن ان المسيح حي. ولما توما وضع يده في جنبه اتعجب وقال: ربي وإلهي. فهل يا ترى هو اتعجب لانه اتصلب، وتعجب في الوقت ده انه اتصلب ومات؟ طبعا ده استنتاج مش واقعي، لان رد المسيح كان واضح لما قال: رأيتني آمنت، وما قالش علشان انت شفت اثر المسامير او اثر الطعنة في جنبي. فالنصوص دي دليل على نجاة المسيح من الصلب، والمنطق كمان بيرفض الرواية دي، لأن مش ممكن توما يشك في قيامة المسيح من الموت وهو كان مع تلاميذ المسيح اللي شافوا بعينهم معجزات المسيح ومنها إحياء الموتى. بالإضافة إلى استدلال المسيحيين بالنص ده على صلب المسيح، بيستدلوا كمان بيه على ألوهية المسيح، وبيقولوا إن توما قال للمسيح: ربي وإلهي. ولكن الحقيقة إن النص ده لا يدل على ألوهية المسيح للأسباب التالية. أولا، نلاحظ ان بعد العبارة اللي قالها توما موجود اشارة تعجب، وده يعني ان لما ظهر المسيح لتوما ولمس ايده اتفاجئ وقال: ربي وإلهي. وكاتب الانجيل وضع اشارة تعجب علشان يبين ويوضح ان العبارة مش موجهة اصلا للمسيح، زي مثلا عند التعجب من حاجة فنقول يا إلهي، او بالمعنى البلدي كده يا الله. ثانيا، سيدنا موسى اتقال عليه في الكتاب المقدس انه إله، وانتوا مش بتقولوا عليه إله، والدليل موجود في سفر الخروج 7:1، فقال الرب لموسى: انظر
أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. والقمص تدرس يعقوب ملطي في تفسيره للنص ده بيقول أنا جعلتك إلها لفرعون، أي جعلتك سيدا عليه، فلا تخافه ولا ترهب قسوة قلبه. ثالثا، تسلسل الحديث في النص بيدل على أن الإيمان بأن المسيح حي بعد لما ظن توما أنه مات، ومش بيدل أبدا عن الإيمان بالألوهية. فالنص في يوحنا 20:17 بيقول لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. وده دليل كافي على لسان المسيح إنه صعد إلى إلهه. ولما قال توما إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن، يعني مش هيؤمن إن المسيح إن هو المسيح إلا إذا شاف أثر الصلب. وفي النص 27 المسيح قال لتوما ضع يدك في جنبي. على حسب النصوص المسيح ما قالش إن في أي أثر لجروح في جسده، وتوما كمان ما قالش إن لقي أي أثر جرح في جسد المسيح. ثم يقول له لا تكن غير مؤمن، إني أنا المسيح. والنص اللي بعده بيقول المسيح لتوما لأنك رأيتني يا توما أمنت، يعني أمنت إني حي. وباقي التلاميذ ما قالوش زي ما قال توما ربي وإلهي. رابعا، توما لا يؤمن بأن المسيح حي إلا إذا وضع يده مكان الجرح على حسب القصة المزعومة. فازاي يؤمن بالألوهية اللي ما فيش عليها دليل زي دليل وضع توما يده على الجرح علشان يتأكد انه المسيح وانه حي. خامسا، القصة في انجيل يوحنا تختلف تماما عن انجيل لوقا. فبحسب انجيل لوقا توما كان موجود لما ظهر يسوع لأول مرة، فيقول النص في لوقا 24:33 فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم ووجد الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم. فالمشكلة هنا أن الحداشر تلميذ كان مجتمعين لما دخل عليهم يسوع أول مرة، وقال النص حداشر تلميذ لأن يهوذا كان انتحر. ولكن ده يناقض قصة يوحنا اللي أكد على أن توما ما كانش موجود مع باقي التلاميذ وما شافش يسوع إلا بعد 8 أيام. فيوحنا بيقول أن توما ما كانش موجود، ولوقا بيقول أنه كان موجود، والتناقض ده بيدل على أن القصة مشكوك فيها ولا يصح الاستدلال بيها سواء على صلب المسيح أو على ألوهيته. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وعرض وتحليل لنص آخر يستدل به المسيحيين على صلب المسيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.